صباح الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time معانا حاجات كتير جدا النهاردة في حلقتنا على مدار ساعة ونص بإذن الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في صباح On Time. خلينا نبدأ حلقتنا بالحديث عن الدوري المصري الجولة الخامسة اللي هتنطلق بكرة بإذن الله. عندنا بكرة مواجهتين مهمين جدا في سباق المنافسة. الأولى هتجمع ما بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، يمكن هي مباراة خارج التوقعات. الاتنين ماشيين بشكل كويس النسخة الحالية من بداية الدوري حتى الآن. بيراميدز لعب 4 ماتشات، فاز في 3، مباراة على البنك الأهلي وإمبي وعلى مودرن فيوتشر، وتعادل في مباراة وحيدة أمام الزمالك. بكده بيراميدز عنده 10 نقاط. أبرز نجومه المتألقين حتى الآن مصطفى فتحي، وليد الكارتي، علي جبر، وطبعا رمضان صبحي وفخري لاكاي. على الجانب الآخر النادي المصري البورسعيدي أيضا لعب 4 مباريات، فاز في 3 مباريات على فاركو والجيش والداخلية، وخسر في مباراة وحيدة أمام النادي الأهلي. المصري البورسعيدي عنده 9 نقاط، وزي ما قلت لحضراتكم ماشي بشكل كويس جدا مع كابتن علي ماهر من بداية المسابقة، معاه كمان مجموعة من اللاعبين مميزين جدا وفي كيمستري ما بينهم بنشوفه في الحقيقة داخل الملعب. يمكن فخر الدين بن يوسف، مروان حمدي، أكتر من لاعب تميزوا مع المصري البورسعيدي في الموسم ده منذ انطلاق دوري نايل. المواجهة الثانية هتكون ما بين إمبي والزمالك، مواجهة أكيد مهمة جدا للفريقين. وضعية كل فريق اتحسنت في الأسبوع الأخير. نادي إمبي حقق أول مكسب ليه في تسجيل أول أهدافه في المسابقة على حساب طبعا البنك الأهلي، متزايل جدول الترتيب ب3 أهداف مقابل هدف واحد. نادي إمبي عنده 4 نقاط مع كابتن طبعا تامر مصطفى المدير الفني. على الجانب الآخر نادي الزمالك رجع الأسبوع اللي فات بفوز كبير جدا على حساب سموحة ب5 أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق كتير من لاعبي نادي الزمالك، على رأسهم طبعا النجم الكبير شيكابالا اللي سجل وصنع في المباراة، كمان أحمد سيد زيزو سجل في المباراة وأخذ لقب نجم المباراة، وده الفوز الثاني للزمالك في الدوري بعد ما فاز على البنك الأهلي وتعادل مع بيراميدز والمقاولين العرب. الزمالك عنده 8 نقاط بيجي في المركز الرابع. مواجهة الزمالك وإمبي دايما بتكون خارج التوقعات، الفريقين ليهم مشوار طويل في المنافسة الكبيرة، وطبعا التفوق كان لنادي الزمالك في معظم اللقاءات أو الأوقات اللي كانت بتجمع الزمالك مع إمبي، لكن إمبي يظل ليه مفاجآته. يعني برضو ممكن تكون مباراة خارج التوقعات، ولكن أكيد الفريقين هيسعوا لحصد 3 نقاط في المباراة واستكمالا طبعا لمسيرة الانتصارات في الأسبوع الأخير، سواء للزمالك على حساب سموحة أو البنك الأهلي أيضا أو إمبي على حساب البنك الأهلي. خلينا نستعرض مع حضراتكم مباريات الأسبوع الخامس. مباريات الأسبوع الخامس لدوري نايل اللي هتنطلق بكرة بإذن الله الساعة 4 مساء هتجمع أول مباراة ما بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، وفي مباراة هتكون الساعة 7 ما بين إمبي والزمالك. زي ما قلت لكم هما مباراتين بكرة بإذن الله. السبت استكمالا للجولة هتكون أيضا مباريات الساعة 7 فاركو مع الجونة، الساعة 4 فاركو مع الجونة، والساعة 7 الاتحاد السكندري مع المقاولين العرب. نفس التوقيت هتتلعب مباراة زد مع سموحة الساعة 7. يوم الحد هتنطلق المباريات الساعة 4، طلائع الجيش هيكون هو لقاء وحيد مع سيراميكا كليوباترا، ويوم الاثنين هتكون أيضا في مباراة الساعة 4 الداخلية مع الإسماعيلي، والساعة 7 البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر. طبعا اتأجلت مباراة الأهلي مع بلدية المحلة بسبب مشاركة النادي الأهلي في الدوري الأفريقي. الحديث عن الدوري الأفريقي، لو رحنا للدوري الأفريقي من الدوري المصري أو دوري نايل، النهاردة على On Time Sports عندنا مباراتين في مباريات الدور ربع النهائي. الدوري الأفريقي في ربع النهائي هتنطلق مباراة النهاردة الساعة 6 الترجي التونسي مع مازيمبي، والساعة 9 الوداد الرياضي مع أنيمبا.
المباراة الأولى اللي ما بين الترجي ومازيمبي، مباراة الذهاب خلينا أفكر حضراتكم انتهت بفوز مازيمبي بهدف، ويمكن فرص الفريقين متساوية في التأهل لنصف النهائي. المباراة النهاردة على ملعب رادس، أما المباراة الثانية اللي هتجمع ما بين الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري، مباراة العودة في المغرب، عارفين أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد، كان من ضربة جزاء سجلها يحيى جبران، وبتبقى فرص الوداد أكيد أكبر في التأهل في مواجهة اليوم. ممكن يبقى في مباريات فيها مفاجآت، وارد المفاجآت، المباريات اللي زي دي مباريات إقصائية طبعا مقارنة بالنتيجة الأولى، بتبقى لحساب مين على الآخر، فممكن تبقى النهاردة، ولكن يعني من الأرجح أن الوداد هتكون فرصه أكبر. أما النادي الأهلي عنده مواجهة يوم الحد اللي جاي بإذن الله مع سان داونز في ذهاب دور نصف النهائي، المباراة هتكون في بريتوريا، وهي مباراة أكيد من نوع خاص، اتكلمت مع حضراتكم امبارح وقلت لكم إن المباراة مش هتكون سهلة أبدا، الفريقين ما بينهم تاريخ كبير جدا من المواجهات، وبيبقى فريق خصم وفريق عنيد، سان داونز فريق شرس وفريق عنيد. طيب خلينا نبدأ فقراتنا مع حضراتكم النهارده بعد ما استعرضت معاكم طبعا جدول او معظم مباريات الدوري المصري والدوري الافريقي. كل يوم هيكون معانا لقاء مع الجمهور، بنتواصل مع الجمهور بنسألهم في موضوعات مختلفة. خلينا نشوف سؤالنا النهارده، الجمهور كان ايه للجمهور، ونشوف مين قدر يجاوب على السؤال من خلال التقرير اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم، ونرجع مرة تانية. متى بدأت كرة القدم وفي أي بلد؟ هي بدأت في إنجلترا في يعني في القرن اللي هو اللي قبل اللي فات، في 1800 وحاجة يعني. أسبانيا؟ أنا أعرفه في ألمانيا. هي تقريبا كانت في إنجلترا. بدأت في إنجلترا اعتقد في القرن 19. انجلترا، بس التاريخ بالظبط اعتقد ب 1800 ان شاء الله. انجلترا 1910. بلد برتغال حاجه كده، هي كانت 1900 وحاجه بس ما اعرفش. 1000 وكام؟ 1900 وحاجه، لكن ما اعرفش سنه كام. يمكن اغلب الجمهور قال ان هي بدات في انجلترا، ودي اجابه صح فعلا، ولكن البعض مش فاكر بترجع لسنه كام. هي كانت 1710 اول بدايه لعبه كره القدم كانت في انجلترا 1710. دلوقتي وصلنا لسؤالنا في اللعبه. سؤالنا في اللعبه النهارده، دايما في لاعب في الملعب الجمهور بيركز معاه حتى لو لسه ما يعرفوش، ولو كان في فريقك المنافس لاعب في أغلب الأحوال بيكون مميز ومهم ومهاري، ويمكن ده بيرجع لارتباط الجمهور بالرقم 10. وده كان سؤالنا النهاردة في فقرة اللعبة، مين هو أفضل لاعب ارتدى تيشيرت رقم 10 في تاريخ مصر؟ أسماء كتير، أكيد أسماء كتير هتتقال، لأن في الحقيقة ما اقتصرتش على اسم بعينه، وفي نجوم كتير جت في كرة القدم المصرية ارتدت القميص رقم 10. طبعا في آخر حلقتنا إن شاء الله هنقول كل إجاباتكم. يوم الثلاث اللي فات كان في بطولة الكرة الطايرة، من كرة القدم للكرة الطايرة، كان فيها اليوم الختامي لبطولة الكرة الطايرة للناشئين تحت 17 سنة على ملعب نادي الصيد، كانت ما بين الأهلي والطيران، وتوج بيها النادي الأهلي، وكان في تفاصيل وكواليس كتير جدا داخل البطولة، خلينا نتابعها من التقرير ده. البطولة كان فيها 8 فرق، فضلنا نعمل المباريات ولغاية ما صفينا لغاية من 1 لـ4، والنهاردة اليوم النهائي 4 فرق كانوا شرير الدخان وسيد دقي ودجلة أكتوبر و6 أكتوبر. لغاية دلوقتي لسه مش عارفين مين أول ومين تاني، الماتش اللي ورانا دوت هو اللي هيحدد مين الأول ومين التاني. هو طبعا نادي السيد عندنا 25 لعبة،
طبعا عندنا الرياضات بتلعب اولمبياد وعندنا ميداليات اولمبيه. الفولي من اللعبات الجماعيه اللي هي مميزه جدا ويعني بروميسنج جدا، دي احنا مهتمين بيها قوي. عندنا البنات بيطلعوا يعني يمكن تاني دوري وتاني كاس سوبر، يمكن بيطلع بعد الاهلي على طول، فعندنا مستوى كويس قوي في الفولي. احنا الجهاز بتاعنا جهاز على مستوى عالي جدا. النهارده دي بطوله المنطقه للولاد بتاعت 17 سنه، احنا طالعين الاول الحمد لله، وعندنا ماتشات تاني برضو هنلعب على الفاينل يوم الاحد الجاي. فاحنا مدين اهتمام خاص للفولي. ناقصنا شويه حاجات في الفولي، احنا بنتكلم على خدنا قرار مجلس اداره بتغطيه ملعب عشان يبقى ملعب رئيسي للنادي هنا في منطقه الدقي، وطبعا اصلاحات للارضيات والكلام ده. فاحنا حاطين الفولي على راس خطط المجلس الاداره باذن الله الفتره اللي جايه، ونتمنى بقى نشوف احسن واحسن. يعني ما عندنا لعيبه كويسه، عندنا لعيبه في المنتخب كتير، عندنا جهاز فني على مستوى عالي جدا، عندنا مجلس اداره مهتم جدا بالرياضه. الفترة اللي فاتت احنا بنفعل الانفاق في الرياضة عشان يبقى بنحط الفلوس في المكان اللي يدينا عائد كويس، وان شاء الله الامور هتبقى افضل وافضل. والله البطولة كانت صعبة في الدور التمهيدي، احنا قدرنا نخرج الزمالك تاني الجيزة السنة اللي فاتت، وكان رابع الجمهورية السنة اللي فاتت، والحمد لله خدنا البطوله. اشتغلنا عادي خالص زي اي ماتش احنا بنلعب معاه، ان احنا فرقه بطوله اصلا، كنا بنشتغل انديفيدوال فردي، بعد كده بنخش جزء خططي. دي كانت التدريبه، تدريبه عاديه خالص زي اي تمرينه احنا بندربها، بس احنا كسبتنا الفتره اللي فاتت ان طبعا ده ماتش نهائي وماتش يخلينا ناخد اول، والحمد لله ربنا كرمنا. والله الحمد لله يا بطولة منطقة الجيزة بطولة طبعا محترمة تحت قيادة المهندس عماد الباي. ما حلفناش الحظ النهارده، والفولي كده يعني النهارده كان مستوانا مش كويس، بس حصلنا على المركز الثالث، ونادي 6 اكتوبر حصل على المركز الثاني، ونادي الصيد حصل على المركز الاول والكاس، ومبروك عليهم. والله احنا من بادئين اصلا فتره اعدادنا من شهر 5 اللي فات، اشتغلنا كتير واهلناهم، بس هو النهارده كان حظنا وحش، ولا يعني ما حلفناش الحظ يعني ان احنا نقدم مستوى كويس، بس الحمد لله على كل شيء يعني حصلنا على ميداليه برونزيه والحمد لله. السنه دي عملنا مجهود كويس قوي الحمد لله، وكسبنا الحمد لله، اخذنا اول، وان شاء الله في الجمهوريه نعمل احسن، وان شاء الله نكمل كده. طبعا مباراه مهمه جدا، مباراه اللي كانت فرقت معانا، لو كنا خسرنا الماتش ده كنا ترتدنا من اول للثالث، والحمد لله كسبنا 3-0 والحمد لله خدنا البطوله. يعني كان ماتش اكتوبر لما كسبنا 3-2، اكتوبر فرقه ما شاء الله كويسه جدا، هي كانت بتنافس معانا على البطوله، بس الحمد لله كسبناها 3-2. طبعا كنا بنتمرن بجديه جدا للمباراه دي بالذات عشان دي اللي كانت هتفرق معانا في الاخر، بس والحمد لله كنا طول الموسم مركزين يعني على المباراه دي عشان ان شاء الله ناخد الكاس. يعني الحمد لله ان ماتش ضد شريال دخان وكسبنا 3-0، خدنا المركز الثاني، مركز مش احسن حاجه بس الحمد لله يعني كنا بنطمح للاول، ان شاء الله الموسم لسه في اوله وفي جمهوريه نعمل فيها حاجه. الحمد لله يعني اداء مشرف وطالعين ثاني، مركز مش وحش، وبرضك احنا كنا بنتمنى الاول، لكن الحمد لله على كل حاجه. فريق الحقيقه كان عامل مستوى جيد جدا خلال البطوله، واعتقد ان هو هيكون في تدعيمات من سن 17 سنه الناشئين للفريق الاول. دايما بقول ان الناشئين هم مستقبل الفريق الاول. طبعا الف مبروك لفريق الناشئين كره الطايره تحت 17 سنه بنادي الاهلي حصوله على البطوله. معانا كمان احداث كتير جدا على المستوى العالمي. امبارح انتهت مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. خلينا نستعرض مع حضراتكم النتائج. دوري ابطال اوروبا الجوله الثالثه، وانتهت اول مباراه بفوز فينورد روتردام ب 3-1 على لاتسيو، وبرشلونه فاز ب 2-1 على شختار. نيوكاسل بيخسر من بروسيا دورتموند بهدف نظيف، وباريس سان جيرمان بيفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء امام ميلان. سلتيك بيتعادل بهدفين لاتلتيكو، وسلتيك بهدفين ايجابيين امام اتلتيكو مدريد. يانج بويز بيخسر بهدف مقابل ثلاث اهداف لمانشستر سيتي، ورويال بيخسر بهدف مقابل اربع اهداف لبورتو. لايبزيج بيفوز بثلاث اهداف مقابل هدف للنجم الاحمر. دي كانت يعني ابرز مباريات الامس بالنسبه لنتيجه الجوله الثالثه من دوري ابطال اوروبا. في اكتر من فريق
حقق العلامة الكاملة بعد الفوز بثلاث جولات في اللي اتلعبوا من البطولة. بايرن ميونخ حقق العلامة الكاملة، مانشستر سيتي حقق العلامة الكاملة، وبرشلونة وريال مدريد. لكن ريال مدريد تحديدا محقق نتائج مميزة جدا في الفترة الأخيرة، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإسباني اللي بيتصدره حتى الآن ب 25 نقطة. إيه سر أو كلمة سر تفوق ريال مدريد؟ خلينا نشوف. يقدم فريق ريال مدريد الإسباني موسما استثنائيا في عالم الساحرة المستديرة تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ونجمه المتألق جود بلينغهام، والذي يعد من أبرز أسباب اعتلاء ريال مدريد لصدارة الليغا الإسبانية ومجموعته في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد في الدوري الإسباني يبدو أنه عازم على استعادة لقب الليغا الذي افتقده في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة، حيث يتربع الملكي على الصدارة بعد 10 جولات ب 25 نقطة، وذلك بالفوز في 8 والتعادل في أخرى والهزيمة في 1. أما في دوري الأبطال فالحال لا يختلف كثيرا، حيث يسجل الريال انطلاقة قوية في المرحلة الأولى من دوري المجموعات بالفوز في أول 3 مباريات على يونيون برلين ونابولي في عقر داره وسبورتينغ براغا البرتغالي، ليبدي الملكي رغبة قوية في التتويج بالنجمة 15 في المسابقة الأوروبية. تألق ريال مدريد يرجع لخبرات مدربه المحنك كارلو أنشيلوتي، والذي تألق تحت قيادته العديد من اللاعبين على رأسهم الإنجليزي جود بلينغهام، والذي سجل مع الملكي 11 هدفا خلال 12 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن. وبات النجم الإنجليزي ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في أول 3 مباريات بدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا مع الملكي بعد الفرنسي كريستيان كاريمبو، وأصبح نادي براغا البرتغالي الضحية 108 للملكي في دوري أبطال أوروبا، ليكون صاحب رقم القياسي في أكثر فوز على الفرق في البطولة ذات الأذنين، ليكون صاحب الرقم القياسي في أكثر فوز على الفرق في البطولة ذات الأذنين. تألق كبير لريال مدريد، ويمكن من خلال تقرير عرفنا ايه سر التألق، وفي الحقيقة مش تألق بس في دوري أبطال أوروبا ولكن أيضا في الدوري الإسباني اللي بيتصدره حتى الآن. خلينا نروح لموضوع تاني. النهاردة هيكون في مواجهة مهمة جدا لنجمنا المصري محمد صلاح في الدوري الأوروبي مع ليفربول أمام تولوز، المباراة في الدوري الأوروبي. يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة ان احنا بنريد الفوز امام تولوز، وبنريد كمان الوصول لتسع نقاط، لكن علينا تقديم افضل اداء لينا. هنقوم ببعض التغييرات لكن الكثير يعني هنشوف كتير من التغييرات في المباراة، اللاعبين جاهزين للبطولة. وقال كمان ان تولوز حقق نقطة امام باريس سان جيرمان وده شيء كبير، والمفروض نكون جاهزين للمباراة، لكن الامر طبعا اكيد هيكون مرتبط باننا نخلق اجواء جيدة بطريقة ادائنا. ده كان تصريح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، واكيد راجل عايز يكسب، ما فيش حد بيسعى ان هو يتعادل، اكيد عايز يحصد الثلاث نقاط. خلينا نروح دلوقتي مداخله على زوم مع جيرارد نوز المدرب المساعد السابق لفريق ليفربول، مع رافائيل بينيتيز المدرب المساعد الحالي المنتخب اليونان، عشان نتكلم معاه بشكل اكبر عن مواجهه ليفربول النهارده، وكمان في اكتر من مباراه في دوري ابطال اوروبا امبارح ناخد رايه فيها. خلينا نبدا كلامنا. اكيد انا برحب بيك جيرارد نوز على اون تايم سبورتس في صباح اون تايم، بنرحب بيك في البدايه على شاشتنا، سعداء بوجودك معانا. وعايزه ابتدي معاك اكيد عن مشوارك التدريبي ومسيره كبيره جدا ليك في اسيا واوروبا وافريقيا، تجارب مختلفه، ايه الاختلاف اللي شفته ما بين اللاعبين والاجواء، وبالنسبه لك ايه التجربه الافضل في مسيرتك التدريبيه؟
حسنا في البداية من دواعي سعادتي أن أكون معكم اليوم، من دواعي سعادتي دائما أن أشارك معكم بعضا من خبراتي ومعرفتي في مجال كرة القدم. أنا لدي خبرات سابقة كبيرة كما ذكرتم في كثير من القارات، ولكن بشكل أساسي لا يوجد ما يميز أحد الأماكن عن بعض الأماكن الأخرى. هناك الكثير من الخبرات والدروس المستفادة والتحديات في كل مكان أتواجد فيه، وهذا ما يجعلني مدربا أفضل للمستقبل، وبذلك هذه هي عقليتي وهذا ما أفكر فيه. أود أن أقول لكم أن ماتش ليفربول والفريق بشكل عام على مدار 3 أعوام كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي، حيث أنا كنت في أحد المنتخبات الكبرى العالمية، وأيضا كنت صغيرا في ذلك الوقت، وساعدني ذلك في تحسين لغتي الإنجليزية، وتعلمت الكثير في المجال من كثير من المدربين الآخرين واللاعبين الرائعين في ذلك الوقت. النهاردة في مباراة لليفربول مع تولوز، في رأيك قيمت إزاي مستوى ليفربول في الموسم الحالي حتى الآن؟ حسنا، هناك تحسن كبير في الأداء مقارنة بالعام الماضي في دوري الأبطال أوروبا، وكما نرى اليوم هناك مواجهات عسيرة وصعبة في الفرق الكبرى، ولا يجب أن تتهاون هذه الفرق في هذه المواجهات. هناك كثير من المحاولات لتحسين الأداء مقارنة بالعام الماضي، وبالطبع سوف تكون هناك تحديات كبيرة، وأعتقد أن ليفربول سوف يكون له الأداء الملائم للفوز عندما يلعب على أرضه. بعيدا عن دوري الأبطال الأوروبي، أنا على يقين تماما بأن الدوري سوف يتسم بالقوة والزخم، وسوف يكون لليفربول موقف كبير وأداء رائع، حيث أن كان لديهم الكثير من الانتصارات، والآن نعلم أن كوكبول سوف يحاول في هذه الليلة الانتصار والحصول على المزيد من النقاط، بعيدا عن أندرسون وعدد من الفرق الصغيرة الموجودة تحت نفس القيادة والإدارة، سوف تحاول تحسين فرصها للانتصار. يمكن قلت ان شكل ليفربول السيزون ده مختلف عن الموسم اللي فات، هل تعتقد ان ليفربول قادر على تحقيق بطولة هذا الموسم؟ نحن بشكل كبير مرشحين للانتصار، وأعتقد سوف ينتصر لأنه لديه تاريخ كبير وعريق من الانتصارات. على سبيل المثال فيما يتعلق بمانشستر سيتي، أعتقد أنه من أفضل الفرق المرشحة، وأيضا هناك مزيد من التحسين في الأداء في الدوري، وأيضا أعتقد مرة أخرى أن هناك تحسن ملحوظ مما يؤهله ويرشحه للانتصار في هذا الموسم. أعتقد سوف تكون هناك الكثير من الصعوبات مقارنة بالعام الماضي، وأعتقد أن ليفربول يستطيع التغلب على هذه الصعوبات والتحديات، ولكن سوف نرى ليفربول يكافح من أجل الانتصار في النهاية، ولن يتخلى عن هذا الهدف، ولكن لن يكون الأمر باليسير في مواجهة هذه الفرق برمتها. خلينا ننتقل للحديث عن محمد صلاح، وأكيد كلنا كمصريين بنبقى مهتمين جدا بأخبار صلاح. رأيك إيه في أداء صلاح، وهل تأثر أداء صلاح بتراجع مستوى ليفربول في الفترة الأخيرة؟ أعتقد أن بداية صلاح كانت رائعة، وأيضا خلال الماتش الأخير كان هناك أداء باهر وقوي للغاية. الآن إذا ما رأينا الأهداف التي حققها في الدوري في مانشستر سيتي، أعتقد أنه يتسم بالجودة الكبيرة، وأعتقد أيضا بالنسبة لي صلاح هو أفضل اللاعبين في العالم، ولا زال يتسم بالأداء الرائع والمبهر. وفي الفريق نفسه يعاني من بعض الإخفاقات وبعض الانتصارات، ولكن صلاح لا زال يتمتع بأداء مرتفع للغاية. هناك بالطبع في حياة المهنية لأي شخص بعض الإخفاقات وبعض الانتصارات، وهذا أمر طبيعي، وأعتقد أن صلاح سوف يواصل المسيرة الرائعة، وبالطبع سوف يحقق أداء أفضل مقارنة بنفسه في السابق، وسوف يكافح من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات أيضا.
اكيد انا بتفق معاك ان اي لاعب في الدنيا بيمر بفتره من الانكسارات والانتصارات، ولكن خليني كمان اخد رايك في قرار صلاح بالاستمرار مع ليفربول وعدم الرحيل رغم العرض الكبير جدا اللي جاله من السعوديه. على المستوى الشخصي أنا سعيد بذلك، لأن ليفربول هو الفريق الأساسي والذي لديه ارتباط كبير به، فبالتالي أعتقد أن أحب أن أرى أفضل اللاعبين في فريق ليفربول. هذا هو التقييم الشخصي. هناك بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالقرار، أنا أحترم تماما القرار الذي اتخذه أي لاعب، لأن هناك بعض الجوانب الاقتصادية المرتبطة بهذا القرار من جانب الشخص. لابد أن نحترم هذا القرار، هذه حياة الخاصة. نحن نعلم أن لاعبي كرة القدم ليس لدينا الحياة المهنية طوال حياتنا، فبالتالي في بعض الأحيان سوف يتوقف عن اللعب، فبالتالي لابد أن نحترم هذا القرار، لأن القدرة على اللعب لن تستمر مدى الحياة، فبالتالي لابد أن نضع هذه الأمور حيز الحسبان. هناك بعض الأمور المالية أيضا وهي أمور في غاية الأهمية لكافة المواطنين سواء لاعب أو غيره، فبالتالي لابد أن نحترم هذا القرار. إذا ذهب إلى السعودية أعتقد أنه سوف يلعب بطولة كبيرة وسوف يتمتع بأداء مبهر في هذا الدوري، وبذلك ليفربول سوف يكون حزينا بهذه الخسارة، ولكن في النهاية نحترم أي قرار يتخذه صلاح من أجل تحسين وتعزيز حياته المهنية. مين بخلاف صلاح من اللاعبين المصريين بتتابعه؟ في كتير من اللاعبين المصريين محترفين في مختلف الدوريات، في تريزيجيه لاعب ترابزون سبورت، في مصطفى محمد لاعب نانت، مين من اللاعبين بتتابعه بخلاف صلاح؟ أنا أعرف الكثير من اللاعبين المصريين لأن مصر عملت معها عندما كنت أدرب منتخب غانا ولعبنا في مواجهة مصر في 2015 حتى 2017، وأنا على دراية تامة باللاعبين الرائعين المصريين وأنا تابعتهم بعين قريبة، ولا أود أن أذكر شخص بعينه سوف يكون ذلك أمرا غير ملائم، لكن نحن في حاجة أن نعلم ما نبحث عنه. نحن نحاول البحث عن أفضل الملفات الخاصة بالحياة المهنية والخبرات الخاصة باللاعبين للحفاظ عليهم في المنتخبات. فأعتقد بشكل عام اللاعبين المصريين يتسمون بالمهارة الكبيرة، وصلاح برهان كبير على ذلك ومثال رائع على جودة اللاعبين المصريين الذي يمكن أن يتحرك بكل مهارة وبراعة من اليمين إلى اليسار وأيضا الهجوم والدفاع في نفس الوقت. فبالتالي ما كان الفريق الذي تشجعه لابد أن نضع هذا الأمر في حيز الحسبان، وأعتقد أن اللاعبين الأفارقة والمصريين لديهم المهارة والبراعة الكافية. أنا أعلم أن هناك متطلبات لكرة القدم، وأعتقد أن اللاعبين المصريين والأفارقة هم الملائبين لهذه المؤهلات ويمكنهم صنع فرق رائعة مثل ليفربول. جيرارد نوز أنا بشكرك وكنت سعيدة بوجودك معنا النهاردة في صباح أون تايم، بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا طبعا جيرارد نوز المدرب المساعد لليفربول السابق والمدرب المساعد الحالي لمنتخب اليونان، وكان ليه أكثر من تصريح خاص طبعا بنجمنا المصري محمد صلاح واستكمال مسيرته مع ليفربول، وشاف من وجهة نظره ان ده الأفضل ان هو يسطر تاريخ مع ليفربول، ولكن أشاد أيضا بالتجربة في السعودية أو الدوري السعودي وقوة الدوري في السعودية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين فقراتنا مع حضرتك، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقراتنا معاكم في صباح اون تايم. وصلنا دلوقتي لتصريح وتعليق. التصريح اللي معانا كان خاص بمحمد شريف لاعب نادي الخليج، وكان في كلام كتير جدا اتردد عن مفاوضات او وجود مفاوضات من الزمالك لشريف مهاجم الخليج السعودي ان هم يتعاقدوا معاه في بدايه شهر يناير اللي جاي. محمد شريف صرح وقال ان ما فيش اي مفاوضات مع نادي الزمالك من اجل العوده مره ثانيه للدوري المصري، وقال كمان ما فيش اي حد تواصل معايا خالص من نادي الزمالك
الزمالك وانا مرتبط بعقد مع نادي الخليج واحترم تعاقدي وما مرش حتى الان غير 3 شهور بس ليا مع فريق الخليج السعودي. ده كان بالنسبة لتصريح محمد شريف وتعليقه عن ما أثير الفترة اللي فاتت من خلال وجود مفاوضات أو في كلام من نادي الزمالك لي. وصلنا دلوقتي لي أون فاير نيوز. خلينا نبتدي أخبارنا مع النادي الأهلي. أخبار النادي الأهلي نبتدي بالجهاز الفني. استقر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إعادة ياسر إبراهيم أنه يشارك أساسي في مباراة الأهلي أمام سان داونز في مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأفريقي. كولر بيفضل ان هو يدفع ب2 ياسر ابراهيم في قلب دفاع الاهلي جنب منه محمد عبد المنعم وقدامهم طبعا دي في مباراته امام سان داونز. وهيعيد رامي ربيعه طبعا مره ثانيه لدكه البدلاء في المباراه المقبله. ده الكلام عن شكل التدريبات واللي بيفكر فيه كولر في خوض مباراته امام سان داونز. ايضا من ضمن الاخبار امام عاشور لاعب الاهلي هيخضع لفحص طبي عشان يتحدد مدى جاهزيته الفنيه من المشاركه في مباراه الفريق امام سان داونز من عدمها. في حال عودته للمشاركه بشكل رسمي هيدفع بيه كولر للمشاركه الاساسيه بدل من قفشه حال تاكد جاهزيته بنسبه 100%. المقرر ان هيقوم كولر ببعض التغييرات في المباراه دي منها اشراك رضا سليم اساسي على حساب حسين الشحات ان هو يستفيد من سرعاته امام سان داونز اللي بيتميزوا بيه سرعات كبيرة. امبارح كمان مارسيل كولر كان ليه في التصريح اللي شفناه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام سيمبا قال إن إمام عاشور في التمرين مش جاهز بنسبة 100% أو شايف إن هو لسه مرجعش من الإصابة وقال أنا ما عنديش لاعب للتمرين ولاعب للمباريات. ده كان من ضمن تصريحاته اللي قالها وزعناها مع حضراتكم امبارح. قال اللاعب اللي يتمرن كويس هيكون موجود في المباريات الكبيرة وده سبب إن هم هيكشفوا مرة تانية على إمام عاشور ويشوفوا إيه السر مدى تأثير الإصابة حتى الآن عليه. مارسيل كولر بيتسلم تقرير مفصل عن ياسين المكاري محلل الأداء بالأهلي عن فريق سان داونز عدد من الفيديوهات الخاصة بمبارياته. أكيد مارسيل كولر بيدرس الفريق المنافس بشكل كويس جدا اللي هيقابل يوم الحد اللي جاي بإذن الله. كان حريص كولر إن هو يشاهد أكبر عدد من المباريات يمكن أهمها مبارتي ربع نهائي الدوري الأفريقي أمام بيترو أتلتيكو وعدد كمان من مبارياته في الدوري الجنوب أفريقي من خلال متابعته لسان داونز. طبعا عايز يشوف شكل سان داونز أسلوبه طريقة لعبه في أكتر من مباراة وبيختلف شكله إزاي أمام الفريق المنافس وأكيد هيتابع كمان شكله أمام النادي الأهلي لأن قابل طبعا الفريق في أكتر من مرة فريق يكون جاهز في مباراته المقبلة وكمان يبقى قادر يقف على نقاط القوة ونقاط الضعف للفريق الجنوب أفريقيا عشان يقدر يستغلها في مباراته أمام سان داونز. كولر مش هنختلف في الحقيقة من المدربين اللي بيذكروا المنافس كويس جدا وبنشوف ده من خلال طريقة اللعب وبتختلف شكل الفريق وبيبقى مطلوب منه مهام محددة بيتبقى بس اللعيبة تنفذها داخل الملعب. في كمان موقع الدوري الأفريقي كشف عن موعد النهائي لمباراة الأهلي أمام سان داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. أكد الموقع الرسمي لبطولة الدوري الأفريقي إن مباراة الأهلي أمام سان داونز اللي جاية هتكون الساعة 4 العصر بالتوقيت الشتوي. توقيت النهاردة هيتغير بإذن الله الساعة 12 بالليل وهيتم تحديد توقيت مباراة الإياب بين الفريقين في وقت لاحق ولكن المباراة هتكون الساعة 4 العصر يوم الحد اللي جاي. الأهلي طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة العودة أمام سان داونز لمدة 24 ساعة
عشان تبقى يوم الخميس 2 نوفمبر بدل ما هي يوم الأربع، ده بسبب ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والإياب ما بين الحد والأربع. هم شايفين أن الأفضل تكون يوم الخميس، رحلة سفر طويلة جدا من القاهرة لجنوب أفريقيا والعكس في العودة، وده هيعرض طبعا اللاعبين للإرهاق بشكل كبير. في مصادر داخل كاف أكدت أن الاتحاد الأفريقي ما اتخذش قرار بشأن تأجيل مباراة الإياب بين الأهلي وسان داونز، وكاف هيحسم قراره بشأن الأمر ده خلال الساعات القليلة المقبلة، وبحد أقصى هيكون النهاردة متحدد مباراة العودة هتكون يوم الأربعاء ولا الخميس. في كلام بيدور داخل الكاف ان من الصعب تتأجل المباراة بسبب الرعاة وتنظيم كمان مباريات او مواعيد المباريات وعدم حدوث اي اضطرابات. خلينا ننتظر ونشوف القرار الاخير للكاف اللي هيكون فيه خلال ساعات، هنعرفه باذن الله هل المباراه في موعدها يوم الاربع ولا ممكن تتاجل للخميس بناء على طلب النادي الاهلي. نروح لاخبار الزمالك ونبتدي اخبارنا من عمرو السيسي، مصيره مع النادي خلال الفترة اللي جاية. في مصدر داخل نادي الزمالك قال انه في حال الانتهاء من ازمة القيد ورفع الايقاف هيكون الاقرب رحيل عمرو السيسي عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية بعد خروجه من حسابات أسوريو واستبعاده من التدريبات. في حالة عدم الانتهاء من ملف أزمة القيد وعدم رفع الإيقاف هيستمر اللاعب مع النادي، ولكن بما يتناسب مع قواعد وتعليمات الفريق والالتزام بها. يمكن أسوريو قرر استبعاد عمرو السيسي من التدريبات بسبب عدم الالتزام، ده الكلام اللي اتقال بتعليمات الجهاز الفني، وبالتالي اللاعب خرج من حسابات أسوريو تماما. واعتقد ان اي لاعب بيخرج من حسابات المدرب بيبقى صعب جدا ان احنا نشوفه بيشارك بمره تانية، وهيبقى مستبعد اكيد لفتره. نروح لخبر تاني، ويوسف أوباما بيرحب بتجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة اللي جاية. أكد لبعض المقربين منه أنه هو ما عندوش أي مانع أن هو يجدد عقده مع الزمالك، خصوصا بعد تولي مجلس الإدارة الجديد، وقال أنه هو ما بيفرضش أي شروط على مجلس الإدارة من خلال تجديد عقده في الفترة اللي جاية. اللاعب شايف ان هو بيمر بحاله من الاستقرار داخل الزمالك، وان شكل الاستقرار ده انعكس كمان على مستواه مع الفريق في المباريات الاخيره. قال كمان ان عنده كتير جدا اللي يقدمه في الفتره الجايه للفريق الابيض. فيوسف اوباما ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يكون موجود مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وما فيش اي يعني شروط بيفرضها على نادي الزمالك. يعني الزمالك بيقدم مستوى قوي جدا الفترة اللي فاتت، ويمكن آخرها أمام سموحة، وبيسعى كمان لمباراة قادمة أمام إنبي يقدم فيها مستوى أفضل أكيد. ولكن خلينا دلوقتي أخد حضراتكم لي أيضا مداخلة مهمة جدا معانا على زوم المدرب المخضرم البلجيكي المدرب الكبير جدا جورج ليكنز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، لتاريخ كبير جدا. ليكنز قاد منتخب بلجيكا 3 سنوات في أواخر التسعينات، وتولى منتخبي تونس والجزائر، أيضا كمان كان ليه نصيب من تدريب الأندية العربية، تولى قيادة فريق الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، كمان كان موجود في قيادة فنية لترابزون سبور التركي وكلاب بروج البلجيكي. وكانت آخر تجارب جورج ليكنز على مستوى المنتخبات تولى تدريب المجر في 2017. موجود معانا عبر زوم جورج ليكنز، صباح الخير عليك، وأكيد أنا سعيدة بوجودك معانا في صباح أون تايم. شكرا جزيلا من دواعي سعادتي أن أكون معكم في برنامجكم الموقر.
يعني جورج ممكن يكون كان ليك أكثر من تجربة في المنطقة العربية من خلال تدريبات منتخبات زي تونس والجزائر وأيضا الأندية العربية، ولكن خليني أسألك عن الكرة المصرية، هل بتتابع الكرة المصرية حاليا؟ في هذه الأحيان أنا أتابع المنتخبات الأوروبية والدوري الأوروبي وأيضا الكثير من الدوريات، وبالتالي أنا مستمتع أيضا بمتابعة المنتخبات المصرية لأننا لدي خبرة في العمل في المنطقة العربية في تونس وبعض الدوريات في العالم العربي، ولكن في هذه الأحيان أنا أتابع في بعض الأحيان الفريق الوطني واللاعبين المفضلين لي مثل صلاح، وأعتقد أنه نجم كبير في المنتخب الوطني، وأتمنى أن يكون محظوظا في تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات للفريق. ارتبط اسمك قبل كده بتدريب أهلي زمالك وأيضا منتخب مصر في فترة من الفترات، هل تلقيت عروض رسمية بالفعل للتدريب في مصر قبل كده، وإيه كمان خطتك الفترة المقبلة؟ نعم، لقد تلقيت عروض من بعض المنتخبات وبعض الفرق، وتواصلوا معي بالفعل مثل الفريق الوطني التونسي، وأيضا أن أكون مدربا وطنيا، ولكن في هذه الأحيان خلال العامين الماضيين الآن أعمل فقط في التحليل، في مجال التحليل فقط في هذه الأحيان، ولست مهتما بالعودة إلى التدريب. أنا لدي كثير من الطموحات في الوصول إلى بعض الفرق الوطنية، وربما تكون هناك إمكانية في المستقبل أن أفعل نفس الشيء مرة أخرى مع فرق جديدة وتحقيق الأمال والطموحات، ولدي خطط كبيرة أيضا يمكن أن أقبل بعض العروض مستقبلا. طيب قلت لي أنك متابع المنتخب المصري، رأيك إيه في البرتغالي روي فيتوريا وقيادته كمان لمنتخب مصر، وهل تتوقع وجود مصر في كأس العالم في النسخة القادمة؟ أعتقد أنه من الضروري أن نرى أن المغرب قد حققت هذا الهدف، وأعتقد أن مصر أيضا هناك إمكانية كبيرة أمامها، لديهم الكثير من المواهب، ولكن كما تعلمون نحن في حاجة إلى تعزيز قدرات الفريق. المثال الكبير هنا المغرب، الفريق الوطني للمغرب هو فريق كبير للغاية وفريق جيد للغاية، له روح طيبة وذكاء عالي، وأعتقد أن لديه قلب كبير ولديه طموحات هائلة، وأعتقد أن المغرب سوف تحقق هذا الهدف، ولديها الكثير من الإمكانيات لتحقيق النتائج المبهرة، أنها ليست المهمة المستحيلة ولكنها عسيرة بعض الشيء، ولكن في حقيقة الأمر المغرب أظهرت ما يجب عليها أن تفعله، وأعتقد أن مصر أيضا تتبع نفس النهج ولديها الجودة الكافية والكفاءة اللازمة لتحقيق نفس الهدف وأن تكون في كأس العالم القادم. دربت العديد قبل كده من الأندية في المنطقة العربية وتحديدا في الدوري السعودي فريق الهلال، رأيك إيه في اكتساب الدوري السعودي لنجوم كتير زي كريستيانو رونالدو نيمار وغيرهم من اللاعبين؟ في البداية هناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في السعودية وفي المنتخبات السعودية في نهاية حياتهم المهنية ويرغبون أن يحققوا الكثير من الانتصارات والمنافسات الكبيرة، لكن الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين وتميزهم، ولكن هناك كثير من العوامل خلال خبرتي وحياتي المهنية وجدت أن هناك كثير من العوامل المؤثرة أيضا، واللاعبين للمنتخبات الوطنية عليهم أن يروا ما يمكن أن يحققوه لأن يكونوا نجوما بارزين. أعتقد أن السعودية ترغب في أن تلتحق بالمنتخب وكأس العالم القادم، وهي تحاول أن تحقق هذا الهدف من خلال جمع الكثير من اللاعبين البارزين والنجوم، ولكن أيضا يمكنهم أيضا أن تكون لهم الكثير من الفرص كما فعلت قطر، وربما أيضا أن كأس العالم يمكن أن تشارك فيه بلادهم في النهاية.
بالحديث عن اللاعبين العالميين خليني أخذك لمحمد صلاح. هل أنت مع بقاء محمد صلاح في ليفربول أم الموقع في حال عرض عليه مرة أخرى عرض مغري ماليا من أحد أندية الدوري السعودي؟ في البداية صلاح هو لاعب مهتم بلعب الكرة، هو لا يلعب من أجل الأموال ولكنه يلعب من أجل اللعب، هو لديه عاطفة كبيرة باللعب كرة القدم وهو يستمتع بالفعل بالحصول على دعم مشجعينه ومعجبينه، هذا ما هو عليه صلاح، هو لا يرغب في تحقيق المزيد من الأموال ولا يسعى إلى ذلك مطلقا، ولكن الأمر يتعلق بالعروض المالية، ولكن الأمر الأهم هنا هو أن يستمتع بما يفعله ويحقق الإنجازات فيما يفعله، وبالتالي هو خدم في ليفربول بشكل باهر، وأيضا أعتقد أن المدربين يعلمون تماما هذه الأمور عن صلاح، وهو مثال رائع للاعب الذي يلعب من أجل كرة القدم ليس فقط وراء الإغراءات المالية، وبالتالي ربما تكون هناك عروض بالطبع، وفي النهاية أعتقد أنه سوف يظل لبعض أعوام إضافية في ليفربول، وربما يلتحق ببعض الأندية بعد ذلك الأخرى، ولكنه لن يقبل العروض بسبب الإغراءات المالية فقط. لكن خلينا نروح لمنتخب بلجيكا، ومن وجهة نظرك إيه أسباب تراجع الكرة البلجيكية مؤخرا والظهور بأداء باهت في كأس العالم 2022؟ نعم، أن بعد المدرب السابق للمنتخب الوطني البلجيكي الآن لدينا مدرب جديد، وأعتقد الفريق البلجيكي الآن يحاول أن يجذب اللاعبين الشباب في الفريق، وكان ناجحا في هذا الأمر وأظهر براعة كبيرة في المباريات السابقة حتى الآن، لدينا ستولن، لدينا كوكلاو، ولدينا بعض اللاعبين البارزين، هناك إعادة تهيئة وإعادة هيكلة للفريق الوطني البلجيكي حتى يحقق النتائج الباهرة، وهو مؤهل حاليا خلال وقت قصير، أيضا سوف نفعل شيئا ما، ليس فقط أن نمر من خلال هذه الصعوبات، ولكن هناك كثير من الجهود الحثيثة من أجل تعزيز مهارات الفريق بالشباب من اللاعبين البارزين، ولكن هناك قلة خبرة، اللاعبين الكبار مثل كوكالو وغيرهم من الفريق السابق أيضا خرجوا من الفريق، فبالتالي هناك مساع من أجل الحصول على مزيد من الدماء الجديدة ليكون هناك مهارات جديدة أيضا لتحقيق النتائج الكبيرة للمنافسة في كأس العالم كما حدث سابقا في روسيا، وفي قطر خرجنا في المباراة في الدوري الأول، وأيضا هناك محاولات للوصول إلى منتخب الجديد بمهارات ودماء جديدة، ونحن على قناعة كبيرة أننا سوف نحقق هذا الهدف أيضا. لكن سأسألك أكثر من سؤال سريع، وخليني أبتدي معاك وأعرف من رأيك الأفضل، مين أفضل فريق أو منتخب دربته في حياتك؟ أعتقد أن أفضل فريق دربته كان الفريق بالنسبة لي كان الصومالي، والذي في باري حيث كان هناك الكثير من الفرص والظروف المهيئة، وهي أحد الفرق التي دربتها، وكان هذا أفضل فريق دربته، ولا ننسى ريال مدريد قبل ذلك، وأقوى الفرق التي دربتها والذي قابلت ليفربول أيضا في 1987، وخلال المباريات النهائية خسرنا بعض المباريات أمام ليفربول بسبب قوتهم الكبيرة، والآن في هذه اللحظة يمكن أن أقول أن مانشستر سيتي هو أفضل فريق يلعب بطريقة حديثة
وغوارديولا يلعب بطريقة جيدة أيضا، ولكن مانشستر سيتي من وجهة نظري هو أفضل فريق في هذه اللحظة. وقبل ذلك أنا سندام. مين أفضل لاعب أنت دربته؟ هناك الكثير، أتذكر الكثير. هناك لوكاكو، ولكن أيضا بعض اللاعبين الذين تذكرهم ولا زالوا عالقين في ذهني، وأعتقد هناك الكثير من اللاعبين الكبار جميعهم بنفس المستوى، ولكن هناك ما يميز لاعب عن لاعب. أنا أحب اللاعبين، أحب الذكاء في اللعب وقيادتهم للفرق، وأنا أحب كثير من الصفات التي يتسم بها اللاعبين من ذكاء ومهارة وبراعة وخفة حركة. هناك الكثير من اللاعبين البارزين، وكان لدي خبرة في العمل في كثير من الفرق الباهرة، وأعتقد وأنا على قناعة كبيرة بأهمية المهارة للاعبين والذكاء، لأن الأمر لا يتعلق بالأداء في الملعب فقط، ولكن الأمر يتعلق بتشكيل الفريق أيضا. كلما كان تشكيل الفريق أكثر براعة، كلما ظهرت مهارة اللاعب في أرض الملعب، فبذلك نحن في حاجة إلى مزيد من تنمية المهارات لدى اللاعبين لتحقيق النتائج النجاح الأكبر. أخيرا، إيه النادي الأكثر شعبية حوالين العالم من مصر؟ هناك بضعة منتخبات، ليس منتخبا واحدا أو فريقا واحدا، لكن هناك الحاجة إلى مزيد من المنافسة. في بلجيكا لدينا 5 فرق في المنافسة، أيضا في مصر هناك الكثير من المنافسات بين الأندية الكبيرة، بين الناديين الكبريين في مصر مثل الزمالك، لكننا في حاجة إلى مزيد من الأندية الكبرى، ربما 5 أو 6 ليكون لدينا منافسة رائعة، وبذلك المنتخب الوطني لابد أن يكون على مستوى كبير ومؤهل للعب في كأس العالم، باللعب في إيطاليا مثلا، وأيضا المنافسة لابد أن تكون على مستوى كبير وعلى قدر كبير ومستوى عال، فبالتالي لتحقيق النتائج المبهرة في هذه المنافسة، وأيضا نقوم بالإعداد من أجل تأهيل اللاعبين للوصول إلى المنافسات الكبيرة مثل في إيطاليا وإسبانيا، وهذه هي المنافسات الكبيرة والبطولات الكبيرة في الوقت الراهن. نحن في حاجة إلى تأهيل اللاعبين الصغار وإعطائهم الفرص وتعزيز مهاراتهم للمنافسة في البطولات الكبرى، وبذلك أعتقد أن مصر لديها منتخب وطني قوي للغاية، وأعتقد أن سوف تحقق الكثير من الأندية المصرية البطولات الكبيرة. جورج ليكنز، أنا بشكرك وكنت سعيدة بوجودك معنا النهاردة في صباح أون تايم. جورج ليكنز المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا ومنتخب تونس والجزائر والعديد من الأندية، في الحقيقة مسيرة كبيرة جدا من التدريب. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل فقرتنا الحوارية نستقبل ضيف حلقتنا النهاردة الكابتن أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي، وحديث مطول عن الإسماعيلي وكرة القدم المصرية. بعد الفاصل. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم. انضم لينا في الاستوديو ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده، المدير الفني السابق للاسماعيلي كابتن اشرف خضر. صباح الفل عليك يا كابتن، منورنا. صباح الفل عليك، ربنا يخليك. اخبار اسماعيليه ايه؟ تمام زي الفل. تسلم علينا. اسماعيليه مش بس كوره جميله، اسماعيليه كمان ارض اجمل. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نبتدي حوارنا مع ضيفنا اللي منورنا. على ضفاف قناة السويس اكتسبت واحدة من أجمل المدن المصرية شهرة كبيرة، سواء داخل مصر أو خارجها. قرر الخديوي إسماعيل إطلاق اسمه عليها لشدة إعجابه بها. الإسماعيلية المدينة التي كانت ولا زالت مشتى ومصيف في الوقت نفسه نظرا لطقسها المعتدل طيلة العام، عندما تسير في شوارع المدينة
فتجد المساحات الخضراء والبحيرات والمباني من أبرز معالمها، ولكن واحد من أبرز المعالم هو أيضا النادي الذي ارتبط اسمه بالمدينة، الإسماعيلي، الضلع الثالث في مثلث كبار الكرة المصرية تاريخيا. لا يعيش النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي أفضل فتراته بسبب بعض المشاكل الإدارية والفنية التي واجهت الفريق وجعلته يترنح بين الصعود والهبوط في جدول الدوري الممتاز، ولكن الجميع يتفق أن ما عاشه مؤخرا لا يليق بقيمة الدراويش. وفي الموسم الحالي لم يكن الإسماعيلي مختلف عن السنوات الأخيرة وأثار القلق بين عشاقه، ففي الجولات الأربعة الأولى لم يتمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة كانت على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، وتعرض لثلاث هزائم، كانت الأولى أمام زد بهدف دون رد، ثم الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ثم كانت الهزيمة الأخيرة أمام فاركو بهدف صادم على أرضه ووسط جماهيره. كان الإسماعيلي المصدر الأول للمواهب في الكرة المصرية. ونافس الكبار مرارا وتكرارا ووضع اسمه ضمن أبطال القارة قبل قطبي الكرة المصرية، والجميع اليوم ينتظر أن يعود الدراويش كما كانوا وأن يصبح اسم الإسماعيلي في مكان يليق باسمه في عالم الكرة المصرية ومكانته التاريخية. الإسماعيلي كرة جميلة من أرض أجمل في الحقيقة. درويش الكرة المصرية على مدار التاريخ دايما كنا بنستمتع بأسماء كبيرة وعمالقة في الكرة بنادي الإسماعيلي. كابتن أشرف أنا برحب بحضرتك مرة تانية، وخلينا سريعا كده ندخل في الأجواء بعد أربع جولات من دوري نايل، تقييمك إيه للإسماعيلي السيزن ده؟ الإسماعيلي شغال بشكل كويس، بيقدم كرة كويسة، لكن النتائج مش أحسن حاجة، لكن برضو هنقول إن النتائج بالنسبة للموسم الماضي احنا بنتكلم في دور كامل. الموسم الماضي الإسماعيلي عنده 7 نقط الدور الأول كامل، 7 نقط. النهاردة بتلعبي 4 ماتشات، عندك 3 في أداء محترم. ظروف الإسماعيلي الكل عارفها، وعارف ان الإسماعيلي يعني مش بتتكلمي السنه اللي فاتت بس يا أميرة، ده بتتكلمي على مدار اكتر من سيزون يعني بيعاني بالظبط. معروف موضوع قيد وموضوع شكاوي ومواضيع كتيره جدا جدا، لكن الحمد لله استقرار الفني والاستقرار وجود مجلس اداره منتخب محترم. لا النادي بقى ليه شكل، وما فيش حد قلقان لانه شايفين في شغل بجد بجد، وفي جهد مبذول من الجهاز الفني بقياده الكابتن ايهاب جلال بشكل قوي جدا جدا. مستحقات بتدفع، لعيبه مرتاحه، الاجواء دي كلها مخلينا مطمنين. النادي الاسماعيلي بيقدم كوره كويسه جدا، في عدم توفيق اكتر من حاجه هنتكلم عليهم بالتفصيل وكده، لكن الحمد لله احنا شايفين ان كلنا مطمنين. بدايه الاسماعيلي لعب ماتشات تقيله كلها، لكن لا الاسماعيلي ان شاء الله هيبقى متميز، ومع تتابع الماتشات الفتره اللي جايه هيبقى يعني يوصل لحته كويسه. كابتن، هل حاله عدم الاستقرار لمجالس الادارات داخل الاسماعيلي اثرت وكان بيحاسب زي ما بيقولوا كده بيحاسب على المشاريب الفريق والجماهير الاسماعيلي العاشقه لكره القدم؟ طبعا أكيد. مع كل الاحترام، يعني الناس كلهم حبايبنا وبنحترمهم جدا، لكن كان في حاجات كتيرة حصلت كانت هي السبب في المشاكل الموجودة، من غير الخوض في تفاصيل أو أسماء أو كده، لكن هو كلامك مظبوط. فعلا فعلا الحاجات دي ساهمت بشكل كبير في يعني مشاكل النادي الاسماعيلي اللي الكل بيعاني منها دلوقتي، وهي لسه موجوده وهتاخد وقت عشان تتحل، وده اللي لازم الناس كلها تفهمه. الوضع اللي فيه النادي الاسماعيلي
مش الفني والاداري ومتكلم في كل حاجه، مش ما فيش ساحر هيخلص كل حاجه في ثواني. اكيد ده مفيش حاجه بتتحل في يوم وليله، امور صعبه جدا جدا جدا، وهي تركه سنوات. لا تركه وتركه تركه تقيله وصعبه، وحلولها عايزه هدوء وعايزه يعني تكاتف من الناس كلها، و يعني متوسمين الفترة الجاية إن شاء الله الأمور تبتدي تتحسن. ولكن حضرتك قلت لي إن في حالة استقرار دلوقتي بيمر بيها الإسماعيلي، وأكيد يعني حالة الاستقرار تصب في النتائج بشكل مباشر. تمام. بقالنا فترات طويلة النادي الإسماعيلي مش مستقر فنيا، بمعنى المدرب يجي المدير الفني بعد مش عارف بداية فترة الإعداد بقد إيه. انت عارفة ان الكلام ده فنيا مش حلو خالص، اكيد، وبيبقى صعب. وبعدين ما بيعرفش يختار اللعيبة، بيتفرض عليه اللعيبة تبقى موجودة، ناس تتعاقد بيجي يكمل. طبعا هو ما جابهمش اصلا. ده كلام مش في الكورة، ده كلام مش في الكورة. لكن السنة دي انا من البداية بقول كده بفضل الله، يعني وجود الكابتن ايهاب على راس القيادة الفنية بجهازه المحترم من بدري، هو في قيد مقفول وفي مشاكل، لكن لا كمان الاستقرار ان هو يبقى موجود ويشتغل مع الفريق من الديوان كان 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 ليه مفعول كبير. في لعيبه انت بتشوف دلوقتي في اسماء ما كانش حد عارفها خالص. ده اللي كنت لسه هقوله لك، يعني شفت لمسات كابتن ايهاب جلال بدات تظهر على بعض اللاعبين في الاسماعيلي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني زي مين؟ يعني لما تيجي تقولي عبد السميع، ده لعيب مواليد 2000، ما 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 كان بيلعب على فترات، بتتكلمي النهارده يعني رغم صغر جسمه بيلعب قدام النادي الاهلي وبيلعب قدام فاركو وبيلعب قدام الاتحاد السكندري وبيأدي بشكل محترم جدا. اياد العسقلاني لعيب متميز جدا، عمر الساعي بقى لعيب اساسي 2003، اياد وعمر دول مواليد 2003، مروان حمدي، نادر رمضان، يعني كلهم بصراحه ربنا لعيبه. في لعيب اسمه عبد الله حسن بيدو مواليد 2005، الكابتن ايهاب واخده معاه. في لعيب اسمه وجيه عبد الله حسن، لا في لعيبه كتيره جدا 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 شغالين بشكل كويس، وكابتن ايهاب بيديهم فرص. في بشار، بشار ده مواليد 2006، تخيل انت انا بتكلم في لعيبه كلها يعني اعمار سنيه صغيره. فهنشوف السكواد بتاعنا الاسماعيلي السنه دي، لا لعيبه بتلعب لاول مره، تلعب بتلعب ماتشات تقيله ما بيهابوش، ارقامهم كويسه جدا في كل المباريات. فبالتالي لا الكابتن ايهاب عمل حاجه كويسه جدا جدا، ولسه مع تتابع الماتشات واللعيبه دي تاخد والثقه تزيد وجماهيرهم اللي واقفه جنبهم بشكل كبير، اعتقد لا تبقى الامور احسن يعني. طيب بعد الجوله الرابعه منذ انطلاق دوري نايل، بعض الكلام ان الاسماعيلي بيتعرض للظلم التحكيمي، تعليق حضرتك؟ يعني لما نيجي نقول في مباراه النادي الاهلي بنالتي 100% برضو بشهاده الناس كلها، يعني خلي بالك المحللين دلوقتي بتتكلم وبتقول وبتشوف فده ماتش عدى، لان كانت برضو النتيجه بتعتبر بعيده شويه يعني. لكن ماتش فاركو ده فيه يعني حالات اثرت على النتيجه، حالات اثرت على النتيجه، حالات يعني صعبه خالص يعني. مع كل الاحترام حكامنا بنحبهم وبنحترمهم، طبعا طبعا بنحترمهم جدا، وعشان كده الاسماعيلي مجلس الاداره طلع بيان. لكن لما تشوف الحالات لا ما ينفعش. الكابتن أمر الدولة يعني ما شاء الله متميز وحكم كويس جدا جدا، واحنا بنحترمه زي ما بنقول بنحترم كل الحكام يعني. عمرنا حتى واحنا ماسكين اي فرقة ما بنعملش مشاكل، لان عارفين ان دي حتة، دي ناس بتشتغل بشكل كويس وناس متميزين. لكن الاسماعيلي في ظروفه أميرة اللي هو فيها دي والوضع اللي هو فيه، احنا اكيد عايزين كل الفرق تاخد حقوقها والناس تبقى فير مع كل الفرق، لكن ما ينفعش النادي الاسماعيلي بتكلم في ضربتين جزاء 100% ضربات جزاء، وبعدين بطرد يعني. وانا عارف الكابتن نادر يعني مميز،
طرد 100% برضو يعني يأثر في نتيجة المباراة. وحصل ان القرار اتاخد الفار جايب الكابتن عشان يشوف قال لا، وحصلت الهزيمة بعد كده يعني 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 فلا يعني انا شايف الاسماعيلي تعرض لظلم في الماتش ده، ظلم كبير كمان يعني. يعني أنا طبعا بحيي حضرتك إنك كمان بتدي لكل ذي حق حقه، يعني حتى حضرتك بتتكلم على منظومة التحكيم بتديها كل الاحترام، ولكن الأخطاء ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير على بعض الأندية اللي مش مستحملة أخطاء. أستأذن حضرتك، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين حوارنا الرائع مع ضيفي اللي منورني النهارده كابتن أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي. كابتن أشرف، يعني خليني أسألك أسئلة سريعة كده وهديك اختيارات تختار ما بينهم كده، دي فقرة جديدة معانا كده في صباح أون تايم. أبتدي بأول سؤال، مين أفضل لاعب لعب للإسماعيلي ورحل بعد ذلك؟ عبد الله السعيد ولا بركات ولا أحمد فتحي؟ اختار لنا اسم من الثلاث أسماء. ثلاثة لعيبة كبار ومدخلنا في مشاكل يعني. لا خالص والله، ما فيش مشاكل. أحمد فتحي، بركات، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. طيب مين أفضل مدير فني أجنبي للإسماعيلي آخر 23 سنة؟ بوكير ولا ريكاردو ولا دي سابر؟ بوكير. بوكير. اشتغلت معاه مرتين بوكير. شايف ان هو الافضل في اخر 23 سنة. طيب مين افضل مدير فني اشتغلت معاه؟ مارك بوتا ولا صبري المنياوي ولا ميدو؟ حبايبي الاثنين، الكابتن صبري وميدو حبايب قلبي، واتبسطت معهم كتير. مارك بوتا مدرب متميز. مارك بوتا ليه؟ ايه كانت اكتر حاجة بتميزه؟ مارك عقلية، راجل يعني اشتغل مع مدربين كبار، لويس فانجال، وكان مساعد مع عمرين، هما الاثنين كانوا شغالين مع بعض مع لويس فانجال، راجل هولندي. فمارك عقلية متحضرة، مش بتنشن وهادي فليكسبيليتي. يعني عارفة، زائد ان هو فنيا عالي جدا جدا، مدرب جامع كل حاجة كمال لله، لكن هو عنده تكتيكيا كويس قوي، اداره المباراه عنده حاجه محترمه، التعامل مع اللعيبه يعني كوكتيل كده. نفس الكلام ميدو مصري، بس برضو يعني لو ركز هيبقى في حته ثانيه خالص يعني، لكن ميدو برضو عقليه. كابتن صبري طبعا حبيبي. طيب ايه الدوري الاغلى بالنسبه للاسماعيلي؟ 67 ولا 90 ولا 2002؟ الأغلى 67، عشان ده كان أول بطولة النادي ياخدها، وترتب عليها بعد كده فوز الإسماعيلي ببطولة أفريقيا. فيعني أكيد كلهم حاجة حلوة، لكن الحاجة الأولى بتبقى دايما ليها طعم تاني. عندي سؤال خاص بالناشئين، ومين أفضل ناشئ خرج من الإسماعيلي؟ أحمد حجازي ولا حسني عبد ربه ولا باهر المحمدي؟ التلاتة أولادنا وحبايبنا وكلهم حاجة جميلة جدا جدا، لكن بما إنك لازم واحد يعني فحسني. حسني. ليه قلت حسني؟ أنا قلت لك الأول التلاتة، يعني باهر محمدي الحمد لله رب العالمين، وأنا ماسك النادي الإسماعيلي كان ليا شرف إن أنا لعبته مباراة سموحة، أول مباراة في الدوري، وانا بحبه جدا، هو لعيب كبير جدا جدا جدا، لكن انا بقول حسني كان دخل على فرقه كانت صعب قوي اي حد يخش ويلعب فيها يعني، فلعب ولعب على طول، ويعني كانت مسيرته سريعه، فزي ما بقول دخل في وسط نجوم كبار واشتغل بشكل كبير. حجازي عقليه غير طبيعيه، غير طبيعي ما شاء الله عليه يعني. لكن كابتن سؤالنا النهاردة كان في اللعبة، مين أفضل لاعب ارتدى تيشيرت رقم 10؟ خليني أسألك قبل ما أخد أراء متابعينا في تاريخ مصر. أنا بالنسبة لي دي لازم أقول اتنين،
كابتن علي ابو جريشه او كابتن الخطيب. افضل من ارتدى تيشرت رقم 10 بالنسبه لي انا. طيب خلينا نشوف راي الجمهور بعتوا لنا ايه النهارده. يوسف حنفي قال صلاح، علي خليفه قال صباح الفل، احسن لاعب كابتن محمود الخطيب اكيد، ثم شيكابالا. محمد السيد صباح الفل عليك يا محمد، بيقول افضل لاعب هو كابتن محمود الخطيب. يمكن ما اختلفوش مع راي حضرتك كتير. كابتن اشرف انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، والوقت الحلو دايما بيجري بسرعه، وسعيده ان حضرتك كنت موجود معايا النهارده. ربنا يخليك، وانا كمان سعيد، وربنا يخليك. اشكرك. اشكرك، وبالتوفيق ان شاء الله للاسماعيلي. يا رب يخليك. ان شاء الله. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كان ضيفي النهارده الكريم فقرتنا الحواريه كابتن اشرف خضر المدير الفني السابق للاسماعيلي. بكده وصلنا لختام حلقتنا النهارده من صباح اون تايم، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده. الى اللقاء.